وللمزيد حول الحملة الإغاثية التي قامت بها هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة أم القرى في مخيم بزيبز بالأنبار، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. مرحبا بك معنا. مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور، أطلقتم حملة إغاثية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم بزيبز بعمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار. بداية، لو تطلعنا أكثر على هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ضمن حملات المنظمة المستمرة والمتواصلة في دعم النازحين، جاءت هذه الحملة الكبيرة لتقدم المنح المالية إلى 717 عائلة نازحة من عائلات جرف الصخر. هذه العائلات التي نزحت منذ أكثر من 6 سنوات في منطقة جرف الصخر والمناطق المحيطة منها. هذا المخيم في منطقة بزيبز في شرق عمرية الفلوجة. كانت هذه الحملة الحقيقة هي المرحلة الأولى التي غطت أكثر من نصف عدد العائلات النازحة في هذا المخيم، وستكون هناك للمنظمة حملة أخرى إن شاء الله مشابهة لما تبقى من العائلات في 4 قطاعات أخرى. يقدر عدد العائلات الموجودة فيها تقريبا 600 عائلة بحسب الإحصاءات المتوفرة لدى إدارة المخيم. يعني كما هو واضح، نعم، فإن الحملة شملت مناطق عدة في عملية الفلوجة. هل تطلعنا دكتور على أوضاع العائلات النازحة في هذه المنطقة لو سمحت؟ بالحقيقة وضعهم كباقي المخيمات والعائلات الموجودة فيها، معاناة مستمرة، وتزداد معاناة هذه العائلات مع استمرار أمد أزمة النزوح التي يعيشونها، وازدادت أكثر في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة. هذا في ظل واقع صحي متردد في مخيمات النزوح وغياب الرعاية الصحية اللازمة. يواجه الكثير من النازحين صعوبات كبيرة في مواجهة هذا الوباء مع قلة الدواء وعدم توفر القدرة على شراء الدواء. الكثير من هؤلاء النازحين لا يستطيع حتى تأمين قوت يومه فضلا عن يشتري الدواء، وكثير منهم تعطلت يعني حياتهم وعملهم. الكثير منهم يعمل في الأجر اليومي في المناطق المجاورة لمن يسمح لهم، ايضا توقفت بهذا الوباء. المطلب الرئيس لهذه العائلات الحقيقه بعد استمعنا الى معاناتهم وشكواهم انهم اعادتهم الى مناطقهم التي هجروا منها قسرا منذ ما يزيد على 6 سنوات. ثم تاتي بعد ذلك مطالبهم المعيشيه الاخرى من توفير الغذاء والدواء وبقيه اشكال الدعم الاغاثي والانساني الاخرى. نعم. لعل الظروف الاقتصادية السيئة في هذه الفترة أثرت على أوضاعهم بصفة عامة، يعني هل لك أن تطلعنا على الأوضاع الاقتصادية لأولئك النازحين؟ نعم، بالتأكيد ظروفهم يتأثرون بواقع الحال الموجود في البلد، وهذا كما ذكرت تفشي فيروس كورونا، هذا ينعكس سلبا طبعا على هؤلاء النازحين، هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة في هذه المخيمات الملقاة في الصحراء وبأبسط مقومات الحياة لا يمكن أن يجدوها. يعني كثير من المنظمات عكفت وتراجعت، منظمات الإنسانية الإغاثية تراجعت عن نشاطها بسبب ظروف فيروس كورونا وتفشيه، وطبعا مع غياب الدعم الحكومي والجهات الحكوميه من الجهات الماليه في دعم النازحين، فهذا كما قلت هو زاد من معاناتهم. نعم. على الصعيد المعيشي والصحي واضافه الى الجوانب الاجتماعيه والاغاثيه والانسانيه. نعم. الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.